حول ماذا؟ مش حول المسلمين، يعني عم يقول الأخ التوحيد. كيف بقى أسمع مصطفى؟ في صفة العين جاء عز وجل. إيه. لأنه ظاهر النصوص، القرآن صريح، القرآن والسنة عين، هو أعين. ظاهر السنة يعني ماذا؟ أن لله عين ولله أعين. ظاهر السنة يعني أي حديث؟ أقصد القرآن. قرآنك بأعيننا. نعم. أي هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين، لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكمل للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيدة السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في البال سواه أن الدجال إحدى عينيه. ظاهر السنة يعني ماذا؟ أن لله عين ولله عين. ظاهر السنة يعني أي حديث؟ أقصد القرآن. قرآنك بأعيننا. نعم. أي هذا لا يعني أن هناك يعني أكثر من عينين، لأنه الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان، هذا لا يعني أن له أكثر من عينين، لكن لما قلت السنة أحببت أن أعرف، لأن السنة دائما يعني بتكون مكمل للقرآن وموضحة كما هو معلوم. أنا أعتقد أن هذا الرأي حادث، يعني ليس من رأي السلف، والمنقول في كتب التوحيد وكتب العقائد أن له عينين، وبعض العلماء القدامى يستدلون بحديث الدجال أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت. ليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين، والمتوارث عن عقيد السلف هو الإثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه. فالذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في البال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة أو أكثر، لأنه ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا، الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى، لا ينبغي أن نصفه بالأكنسة وبالعمومات وما شابه ذلك، وإنما بالشيء الذي
جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث. فأنا ظننت ما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح بأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت للتعرف عليه لكن ما وجدنا شيئا. طيب نفسه تفضل. قول ابن القيم وغيره يقول مثلا عن العاصي وكذا، يقول صرف من عين الله، ما فيها شيء هذا، لأنه كلمة الآية السابقة إنك بأعيننا لا يقصد يعني المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهلة، يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافنا، وليس المقصود يعني إلا هذا. فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل. مثل هذا يقال في يديه، أي شو يعني؟ يعني يورد القرآن انه اكثر واقل. نعم لا يزال عليه، هذه اطرح اللي يبدو انه فيه اي نعم. نعم في قاعده على الشيء المتشابه لما تقول يد مثلا للانسان، او نقول يد الصوره مثلا له يد الصوره، هذا يعني وان كانت هذه يعني لحظه تكون كناية أو كذا، ولكن هناك حقيقة يد له. وكذلك لما نقول الله عز وجل مثلا فإن تجي بعيوننا، وإن كانت هذه الصورة مثلا قد يؤولها البعض، ولكن أيضا تثبت من الناحية هذه. لكن أنت لا تؤولها على حد تعبيرك. لا لا، هذه أيضا تؤول، لكن لا تسميها تأويلا. هذا هو التفسير. هي هذا بتقوله أنت صحيح، لكن البحث هل هذا نص بأنه يعني أكثر من عينين؟ ليس نص في ذلك، لأن الجمع أقله اثنان. أقصد الشيخ من ناحية قوله تعالى بين يدي رحمته، طيب رحنا بلا يدي، طيب لأن قدم الصدق قدم، طيب ماذا تعني؟ هذه القاعدة من طبقة انطبقت في غيرها. كيف الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا يقبل تأويل؟ إذا هذا يكفينا، وأمثال كثير كثير جدا. لا صحيح، صحيحة، لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل الذي جاء على خلافه ثابت في أحاديث أخرى، لكن لما أتيت في نصوص أخرى، لكن لما أتيت أنت بقضية الريح وقدم صدق ونحو ذلك، هذه أمور معنوية لم يثبت لدينا سلفا أن لها هذه الأعضاء التي يعني ذكرت في هذا السياق. ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه الصفة بمعنى يسمونه مجازيا، وهو ليس مجازا، لكن هو المعنى المقصود في ذلك المكان هو ما يسمونه التأويل. ولذلك قلت لك إنك بأعيننا ليس تأويلا، فصفة العين ثابتة لله ليس بمجرد هذه الآية، وإنما بنصوص أخرى. أنا أجبتك عن القاعدة وبين لك الفرق. فبينت القاعدة أن المرجع ستبنى بما ثبت. أيه. فإذا نرجع على المرجع، ما نرجع للقاعدة نفسها. مرجعنا هو ما ثبت عن الله. لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان. هي قاعدة فيما ثبت. يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة، نعلم نحن مسبقا أن له يدا، لكن المثالين اللي ذكرتهم أنت بالنسبة للريح نعم بين يدي رحمتي، مش ثابت لدينا أنه الرحمة لها يداني،
فتطبق حيث يعني ينبغي أن تطبق، ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة لهذه المعاني. فالرحمة ما هي ذات؟ بالنسبة للإنسان تعرف عقلا ومشاهدة، وبالنسبة لرب العالمين تعرف إيمانا بالغيب وليس إلا. فمثل هذه الآيات يسموها مجاز عقلي، يعني أصلا ثابت أنه الصدق ليس له قدم والرحمة ليس لها يدي. لكن هنا الواقع في جواب آخر ذكر شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان، وهو قوله تعالى فلا تدبرون القرآن لفظ يدي، يقول إذا جاء قبلها لفظ بين أو حرف بين فبتكون بمعنى أمام، بين يدي المصلي أي أمامه، بين يدي رحمته أمامه، أو هكذا. فلا يقال أن اليد هنا بمعنى يعني جارحة أو ما شابه ذلك، والله أعلم. أيوه كويس. نعم.